يلا سي عبد البقي، دخلت الليلة. والله دخلت الليلة باختصار مش تكون على نتيجة الفراغ اللي قاعدين نعيشوا فيه في مستوى أهم هيكل رياضي واللي هو الجامعة التونسية لكرة قدم، وما يصيرش ما فيها باس أنه نعملوا تلفيتة صغيرة على الحاجات اللي قاعدة تصير في كرة القدم الهاوية، اللي هي لو كان جات الناس تفهم وتعرف هي لاباز متاع الديفلوبمون متاع تطور كرة القدم. إذا كان ما عندكش كرة قدم هاوية ومأطرة مليح ومهيكلة مليح وتتبع فيها مليح، راهو لا مستقبل لك في كرة القدم. مباراة جرات نهار 22 من الشهر الحالي بين الوردية والتضامن. مباراة براج مهمة. فريق التضامن، وراني ما انا لاني مع التضامن ولا مع الوردية، نحكي في وقائع. متضامنين مع الكرة التونسية نحن. بالضبط. دخل بمدرب جديد. المدرب هذا قبل بجمعة ولا بعشر أيام كان يدرب في فريق آخر دوار هيشر، ثم تم اتفاق بينه وبين التضامن باش يدرب التضامن. المدرب هذا جاء ومعه ترخيص الجلوس على بنك الاحتياط، مكتوب فيه استثنائية للدخول إلى الملاعب. تونس فيه ما ثمش تاريخ، تونس فيه فرع مفتوح، ترخيص الجامعة التونسية لكرة قدم للسيد فلان الفلاني مدرب لأكابر المستقبل الرياضي بالتضامن بالجلوس على مقعد الاحتياط خلال المباراة التي ستدور بين المستقبل الرياضي بالتضامن والنادي الرياضي بالوردية، وذلك يوم الأربعاء 22 مايو 2024. الأمضاء مدير التطوير. جماعة الوردية شك، مشاو جبدوا مراسلات أخرى بأمضاء مدير التطوير، لقاو أنه الأمضاء مختلف مع الورقة اللي جابها مدرب التضامن. يعني الورقة مضروبة، مزوز عندي، مزيف الأمضاء، مزوز عندي، عندي أمضاء في 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 وثائق سابقة وأمضاء في الوثيقة هذه اللي مشيت المدير المدرب التضامن. بالنسبة حسب من وجهة نظر جماعة الوردية يقول لك الورقة هذه مدلسة، عملوا ريزيرف هما ديجا ويحبوا التثبت في الموضوع، على أساس أنه كما تعرف أنت نهار 20 الجامعة ما سمحت لكوردو، ثم الدنيا مسيبة، الإدارة الفنية، الإدارة الفنية هي اللي تعطي التراخيص عن طريق هذا مدير التطوير، صحح ولا ما صححش، زوج صحاحات مختلفين، شكون مش نشدوا. هذه حاجة من حاجات. هل أن مدير التطوير هنا هو اللي في قفص الاتهام سي عبد لا الباقي؟ بالنسبة للتضامن يقول لك ثم إكس جبد ورقة ديجا ما ثمش تاريخ من فوق، تونس فيه ما ثمش تاريخ، ومن لوطا الكاشي مدير التطوير وتخربيشة معاه. تعطيها لي تصورش مدير إيه مدير التطوير فاش قام يدلس في صحاحته، مش هو يدلس يعني في صحاحة مختلفة، فهمت؟ معنى من وراه هو السيد مدير التطوير هذا حسب وجهة نظر الوردي. يقول لك ثم شكون جبد ورقة عمرها ومدها وعطاها لنا وعطاها الفريق الاخر. او فما اكثر من مدير تطوير. ربما اثنين ولا ثلاثة كل عادي صح. اما ثم اسمه لو محطوط اسمه اسمه فمحطوط اسمه. اذا كان محطوط اسمه يعني السيد متهم مدير التطوير الفلاني موجود. اي في الوثيقتين والامضاء مختلف. فعل بيان سور. علاش كنت حنشوف انا؟ الرخص هذوما فما زوز يعطيوه. في غياب لو ديريكتور تكنيك لو سول اللي يجب يعطي سي لو سيكريتير جينيرال لا فيديراسيون تونيزيان. الو عندنا مدير التطوير اللي عطى لا ما عندوش حق به الرخصه من طرف مدير التطوير. بالك شي سي يوسف في غياب الديريكتور تكنيك لا المدير التطوير هو اللي كلفوه باش لا ما عندوش يعني كان السيد اللي كتب العام الجامعه التونسيه هو اللي يعطي الوثيقه. فريد ما عندوش الحق. معناها انت زدت غرقت سي يوسف. معناها لايزي ما عندوش حق. ليه؟ الوثيقه خارجه باسمه. ها خاطي هو هو انا تم فيه شي يوسف. انا متاكد اللي هو الجامعه هي محل اتهام. مش اتهام مش قاعد اقول لك ورقه محطوط في. انا قلت لك حسب انا ما تم في حد. انا قاعد نعاود في روايه الورديه الشاكيه. حسب الورديه قال لك الورقه هذه اخذها ان سيرتا اكس حط لك شيء وعداها. ما قلتش مدير التطوير هو اللي عداها، فهمت؟ واللي عنده حق واللي ما عندوش حق ما دخلتش فيه الموضوع هذا.
فهمت؟ هما يشكون في أن الورقة مدلسة. احنا تتفصل ندعو مدير التطوير لأنه إذا كان تم استعمال اسمه أنه يثبت في الحكاية ويفتح فيها تحقيق. القضية متاعنا مش قضية التضامن والوردية، راهو هذوما هوات وخيان، وحتى الوردية قضية الفراغ الإداري والتلاعب. قال لي ربحونا ماتش عن جدارة ويعطيهم الصحة ومبروك عليهم. راهو نحكيه على سوس ينخر في الإدارة التونسية بصفة عامة، وتوا في كرة القدم وفي إدارة كرة القدم بصفة خاصة. الجامعة التونسية كرة القدم. القضية ماهيش قضية فرق وشكون ربح وشكون خسر، فهمت؟ وهذا هو معناه تو لابد. هذا ثم اتهام، انا ما نقولش ثم تدليس، نقول ثم اتهام بالتدليس. تبعونا الدوسي هذا يعني مطالبة الجامعة لهنا يا خويا. اش قاعد يسير تو في الفوتبول اماتور في غياب الهيكل الرسمي لتسيير كرة القدم التونسية وهو الجامعة التونسية.